أساسي نموذجي بتشاور وتشارك مع الجامعة. اختلفنا على ثلاثة ديال النقاط، وهذا هو اللي كيتحسب بأنه تدخل. هو في الواقع هو غير إرجاع الأمور النصاب ديالها. النقطة الأولى هو نمط ديال 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 التصويت، نمط الاقتراع اللي غادي يكون باللائحة كما هو معمول به كونيا. هذه النقطة الأولى اللي اختلفنا عليها، ما كانوش باغيين اللائحة. النقطة الثانية هي عدد ديال أعضاء ديال المكتب المسير. مشينا قالوا غادي يديروا 23. الفيفا اللي كتدبر العالم كامل عندها 23، حنا محتاجين 23. الدول كامله، بلجيكا، فرنسا، الجزائر، كيديروا ما بين 13 وما بين 15. هذه النقطه الثانيه اللي اختلفنا عليها ورديناها للنصاب ديالها. بقات نقطه ثالثه هي النسبيه، يعني كيفاش غادي تكون التمثيليه ديال 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 المصوتين. وحنا كان عندنا واحد الهاجس، هو اننا فتحنا المجال باش العائله او الاسره الرياضيه الكرويه كلها يكون لها نصيب وحق في التصويت. هذا الشيء عيب على تدخل، وتم بالاجماع وبالتوافق. طبعا فاش مشينا يكفي ان النظام الاساسي النموذجي صوت عليه بالاجماع. عندما يصوت عليه بالاجماع كيبان بانه كان تشاور وتشارك. انا كنقول لكم مسؤوليه، حنا ما كندخلوا حتى شي حاجه. انا دخلوا قول لي دخلتي في القانون، كندخل لان كنتحاسب هنا وكنتسائل هنا على القانون، ومازال غادي ندخل باش نفرض القانون. ما عدا هذا انا ما كندخلش فيه. اذا اذا كانت شي شوها انا مسؤولش عليها. الناس ديال الفيفا اتصلوا بيا باش نطلب. شكرا سيد الوزير، شكرا، انتهى الوقت. شكرا، شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. شكرا لكم سيد الوزير على حسن مساهمتكم. وننتقل الى القطاع الموالي، وهو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. في سؤال واحد حول الصعوبات التي تعترض طلبة الجامعات والمعاهد في إجراء التدريب المهني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية.